السعادة. الكل بيدور على السعادة، وكتير بيقولوا انهم يقدروا يقدموا لنا سر السعادة. المسيح كمان علم اشهر تعليمه عن السعادة لما قال طوبى يا سعادة يا بخت. قال يا سعادة انقياء القلب، طوبى للودعاء، يا بخت الرحماء. لكنه كمان قال يا سعادة الحزانة، يا فرحة المطرودين، يا فرحتكم لو قالوا عليكم كل كلمة شريرة. طب ازاي؟ مش بس كده، لكنه كمان قال من قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم، من نظر لامرأة ليشتهيها فقد زنى بها. معقول الكلام ده؟ هو أصلا مين يقدر يعيش المستوى ده؟ المسيح كمان قال بكل قوة ليس كل من يقول يا رب يدخل ملكوت السماوات. ازاي المسيح بيتحدى حياتنا كده مع انه عايز يقدم لنا سر السعادة؟ دعوة علشان نفهم ونتعلم عن السعادة في مفهوم المسيح في 3 حلقات متتالية بتقدمها الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة تحت عنوان أصحاب السعادة، أيام 13 و14 سبتمبر، 4 ل 6 أكتوبر، 5 ل 7 ديسمبر.